مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام في الاستوديو نجوم مصر والنادي الاهلي، وبضم صوت لصوتك وصوت ضيوفك الكرام. مباراه في غايه الاهميه والقوه زي ما كان كابتن احمد بلال بيقول حالا، مباراه كؤوس سواء للنادي الاهلي ومواصل سلسله انتصارات للوصول للقب الدوري، او كمان فريق الداخليه اللي يعني بيتمسك بامله الاخير، خاصه بعد نتائجه في اخر ماتشين كابتن ايمن، عقب مباراه الاهلي الفوز على زد والتعادل مع الاتحاد السكندري، اجواء رائعه منعكسه على استعداد الفريقين هنا والاحماء. يمكن الفريقين وصلوا مبكرا قبل اكثر من ساعه ونص من موعد المباراه، فريقين حالا مع حضرتك دلوقتي خلاص انهوا عمليات الاحماء، وحالا دلوقتي داخلين غرف الملابس الاستعداد لبدء هذه المباراه. اروع ما في الاستاد كالعاده كابتن ايمن، جماهير النادي الاهلي اللي برغم حراره الجو بنتكلم في درجه حراره تقريبا 39 درجه مئويه، موجودين من بدري، كانوا مستنيين جمهور كالعاده لاعبي النادي الاهلي عشان يساندوهم ويبقوا دايما اللاعب رقم واحد وفي ظهر دايما لعيبه النادي الاهلي. بحييهم تحيه كبيره جدا يا كابتن ايمن، برغم يعني درجه حراره عاليه جدا كانوا موجودين بيشجعوا من اول دقيقه منذ نزول اللاعبين، وباذن الله كمان يشجعوا طوال المباراه. حكام اللقاء كمان كابتن مصطفى عثمان ومحمد عزاز ومحمد مجدي سليمان ومحمد العتباني، يمكن موجودين في ارض الملعب بيجروا عمليات الاحماء، وكمان حكام الفار يكون اول ما وصل على طول شيكوا على كافه الاجهزه الخاصه بالفار والتاكد من عمل التقنيه وكل الحاجات الخاصه بيها. باذن الله كابتن ايمن اجواء رائعه، نتمنى ان شاء الله انها تكمل بفوز النادي الاهلي وتحقيق 3 نقاط مهمه جدا في يعني الصراع على مسابقه الدوري العام. وزي ما حضرتك سامع من ورايا اكيد جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بنقدم له التحيه، ان شاء الله نحتفل معاهم بعد الماتش، وباذن الله الفوز وتحقيق 3 نقاط مهمه جدا. شكرا جزيلا يا محمد، وان شاء الله لينا لقاء بعد المباراه باذن الله وبنحتفل معا بفوز النادي الاهلي.